اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. مشاهدينا ومتابعينا من كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم احنا بمنطقة، يعني صراحة ما اعرف ليش هاي المنطقة ما حد مصورها ومنزلها باليوتيوب. موجود 4 أو 5 فيديوهات لها مو اكثر، فيديوين منهن القنوات السورية والبقية مال يوتيوبرية مصوريها قبل 3 سنين 5 سنين، وصراحة ما يعني ما عندهم متابعين حتى يصير بيها مشاهدات والناس تشوف هالمنطقة. طبعا هاي المنطقة هي سلطان بيلي بالجزء الآسيوي من مدينة اسطنبول، تحوطها من الغرب ومن الجنوب ومن الشرق منطقة فندق، يعني داير مدايرها، ومن الشمال منطقة سنجاك تبة. طبعا هي تعتبر اقصى شرق اسطنبول، لانه باتجاه الشرق بس تطلع بندك، ها هي تجي محافظة كوجايلي تخلص محافظة اسطنبول. بس الحلو بهاي المنطقة انه موجود مواصلات فيها، تقدر تروح لوسط اسطنبول عادي، صح بعيدة بس تقدر تروح، مو مثل انه انت محافظة ثانية وتختار تركب مواصلات، يعني مثلا باصات تودي من مدينة لمدينة، نقل بين المدن هاي، لا هالشي هنا انه موجود باصات ضمن بلدية اسطنبول توصلك من سلطان بيلي الى منطقة اخرى. طبعا هي تبعد عن تقسيم تقريبا 30 كيلومتر، وعن الفاتح تقريبا 32 كيلومتر. بس اللي يريد يروح لهالمناطق، طبعا لحد الان هاي المنطقة ما بيها مترو، شفتهم دا يشتغلون بيه قبل شوية، مريت لقيتهم فعلا جاري العمل بالمشروع وراح يكمل يمكن خلال سنة أو سنة ونص يكون كامل وجاهز أو أقل حتى. فاللي يريد يروح الوسط اسطنبول يركب لأي باص منه خلال ربع ساعة، هو مثلا منطقة بندك خلينا نقول، ويركب مرمراي وواصل تلقاه يعني أقل الساعة هو بنص اسطنبول بالفاتح أو بتقسيم أو غيره. فيعني اكو وسائل مواصلات، يعني مو بالمنقطعة مثل ما نقول احنا. طبعا ليش ردت اصور لكم اياها؟ ناس هواية امكانيتها محدودة، واسطنبول صارت غالية، ايجاراتها بالذات صارت غالية جدا اسطنبول بصورة عامة. بس هالمنطقة انصدمت من اسعارها صراحة، يعني تخيلوا اذا قلت لكم بيش الشقق ما راح تصدقون. ترى اكو شقق ب 650 ليرة، غرفتين صالون 650 ليرة، واكو 750 ليرة، واكو 1000 ليرة و 1250 ليرة. يعني ترى اذا نقيسها على سعر الدولار حاليا ترى بلاش، ماكو هيك اسعار. يعني انت محسوب على مدينة اسطنبول ومأجر ب 650 او 750 او 1000، مستحيل، يعني شيء جيد جدا، لانه الاسعار باسطنبول شفتوها. يعني مثلا اقل ايجار لقيناه اللي هو بأسنلر 1750 ليره، يعني فرق انه انت تاجر ب 1750 وتقريبا نفس الشقه هنا ب 750. 1000 ليره يعني تقريبا 95 دولار خلينا نقول على هال، او 90 دولار. بس بالنسبه لهواي ناس هذا فرق بالسعر. مدام الايجار رخيص اذا المعيشه ايضا رخيصه، مواد غذائيه، لباس، غيرها. اكو فرق بس مو ذاك الفرق يعني عن بقيه مناطق اسطنبول، المناطق الشعبيه او مناطق ذوي الدخل المحدود ما راح يكون فرق كبير، بس كايجار وكامور اخرى لا فرق شاسع. طبعا هاي المنطقه ايضا بيها جاليه عربيه، الجالية السورية ما شاء الله هنا تقريبا تعدادهم حسب تعداد 2020 30,000 شخص. عندهم منطقة همينة مثل السنيورت، يعني مثل ما نشوف ميدان السنيورت، اخواننا السوريين هواية محلاتهم ومطاعمهم هنا همينة، سمعت انهم موجودين ايضا مطاعم محلات هالامور هاي. اكو شارع اصلا يسموه شارع السوريين، هسه فد شوي راح نروح له. بازارات بالمنطقة موجودة، واحد من البازارات موجود اليوم الاحد، هسه نروح نلقى عليه نظره بسيطه ونعرف موقعه. طبعا ما راح نتجول به، بس ندخل نشوف اول واحد، نشوف اكو فرق بالاسعار ولا بينه وبين بقيه اسطنبول، ونشوف الموقع مالته وين، حتى احط لكم اياه بصندوق الوصف. ونروح الشارع السوريين وراها نشوف هناك، ونشوف وضوع البيوت،
بس اللي راح يسأل على الشقق هاي الإيجارات اللي قلت لكم 650 أو 750 أو 1000 1250. يعني مثلا 650 هي غرفتين وصالون عمرها تقريبا 21 سنة العمارة، بس الشقة صايرة بدروم مثل ما يسوون، يعني مثل ما يسموها عفوا، يعني تحت الأرض، الشبابيك مالتها تصير مرتفعة قريبة من السقف، ما تكون بالنص. فبس كل ما تصعد، ها اللي ب 750 طابق أرضي، اللي ب 1000 طابق أول، لأنه هنا كل ما تصعد الشقة كل ما يزيد سعرها سواء بالإيجار أو بالبيع على مود الشمس، وبالشتاء تكون أدفى. فأسعار ترى كل الزينة 1250 شفتها صراحة شقة حلوة جدا. فأنا دائما أحط لكم رابط تطبيق سهب اندن، كنت أحط لكم إياه بصندوق الوصف، بس هذا يكون بس للآيفون. فإذا عندك تليفون غير الآيفون بس اكتب سهب اندن، هاي اللي هي مكتوبة، راح يطلع لك التطبيق. طبعا يدعم اللغة الإنجليزية واللغة التركية، اما اذا تريد لغه عربيه فادخل على من لابتوب او من التليفون، ايضا تقدر على جوجل كروم اكتب sahibindin www.sahibindin.com، راح يطلع لك الموقع يدعم اللغه العربيه. اكتب سلطان بيلي شقق للايجار وراح تلقى هاي الشقق اللي قلت لك عليها، وراح تشوف هاي الاسعار اللي تكلمت عنها ايضا. يلا هسه خلي نروح الى البازار نشوف الأسعار ونعرف موقعه، وخلينا ناخذ جولة بسيطة هنا بالمنطقة قبل ما نروح. هسه وصلنا للبازار، هذا البازار قدامنا اللي هو هذا، طبعا هذا يقام كل يوم احد بمنطقة سلطان بيلي، موقعه بالضبط قدام هاي الساعة اللي هي مال منطقة أوزوندرة، وشي اكيد راح احط لكم الموقع على الجوجل مابس تلقوه بصندوق الوصف الرابط مالته. يلا خلينا ندخل البازار نشوفه. هذا هو البازار وهاي الاسعار، 4 ليرات طماطة، يعني أشوفها تقريبا مثل باقي البازارات، الأسعار مو فرق، يعني تقريبا مقارب للمناطق الرخيصة اللي شفناها بإسطنبول. فأتصور ماكو داعي إنه نأخذ جولة كبيرة به، لأن نفس التصميم ونفس الشيء، كلهم نفس الديزاين، مبين من الكلمات العربية على المحلات فعلا. من محل السلورة، هذا معروف مال حلويات مشهور جدا،
محلات عربية، بقالة، مطعم السندباد، اللورد، لا فعلا مبين كل محلات عربية بدون استثناء. اكو كم محل تركي طبعا، حوالات مالية عربية، سوبر ماركتات، وطويل مبين ما شاء الله سوبر ماركتات، اراجيل، مجوهرات، مدام جناح خاص للعائلات عربي بامتياز. لحم غنم بلدي سعر الكيلو 67. شوفوا الكتاب اغلبها عربي. يعني مجموعة محلات ومطاعم عربية لا بأس بها، منتشرين صراحة، يعني بالضبط مثل أسنيورت، نفس اللي موجود بأسنيورت موجود هنا، شيء جيد جدا. هذا الشارع اللي هو أصلا اسمه يمكن شارع فاتح بس سموه شارع السوريين، هل قد ما موجودين محلات ومطاعم مال إخواننا السوريين هنا، يبعد عن الميدان اللي كنت بيه المركز تقريبا 350-400 متر مو أكثر، فقريب جدا. فإن شاء الله راح أحط لكم اسم واحد من المحلات. شوفوا هاي الشماغ، يعني أنا الشماغ ما شايفه بإسطنبول كلها بس هنا شفته. فراح أحط لكم اسم واحد من المحلات اللي هو السلورة أو الثاني، حتى اللي يريد يندل هذا الشارع بس يضغط على الرابط الموجود بصندوق الوصف يجيب لهنا. وصلنا لآخر محطة بجولتنا اليوم، هذا المنتزه الجميل اللي موجود بمنطقة سلطان بيلي، حديقة جميلة جدا، يعني القعدة بيها فعلا جميلة، وبالذات الجلسة بهذا المقهى شيء حلو. هاي هناك حتى عراس عروس تاخذ صورة يمكن. اي طبعا اللي راح يسألني عن منطقة سلطان بيلي هل موجود بيها مدارس عربية؟ لا للأسف ما بيها، بس مدارس حكومية تفيد طبعا اللي يجي مثلا جاي ما راح يشتغل باسطنبول، مجرد قاعد، فيفيد انه يسكن بيها. تفيد اللي مثلا يفتح شغل بالمنطقة نفسها بس مال انه يسكن بيها ويشتغل بغير منطقة وبالذات وسط اسطنبول، فهالشيء مستحيل لانه كل يعني بعيدة بالمواصلات العامة، يجوز بوقت الشغل 3 ساعات ما يوصل. ف يعني انه بس تفيد هالفئات هاي، بس كأسعار رخيصة جدا المنطقة، وتشوفوها قدامكم. واللي راح يسألني على الأمن، انه أمينة لو لا كعادة الأسئلة اللي تجيني بالتعليقات، فالسؤال الجواب عفوا على هذا السؤال يكون انه كل منطقة شعبية بيها مشاكل، شيء طبيعي هذا، يعني ما يحتاج لإجابة الموضوع. صراحة ترتيب الحديقة والأشجار، وأكيد بالربيع الورود اللي بيها تجنن أنا متأكد، والنافورات، ويمكن هذيك نافورة راقصة بيها، ذيك النافورات شكلها هسه خلينا ننزل ونشوفها، شكلها كأنه بها نافورة راقصة بالليل. اي متأكد انا لان ذيك اضاءة وهاي بنص البحيرة، نافورة راقصة صغيرة بيها.
لا إله إلا الله، الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة. طبعا هذا الممر اللي دخلت بيه الظاهر صار ما أدري إيش قد ما حد فايت بيه، لأنه بس دخلت انترست خيوط عنكبوت. هاي الحديقة بعد شفتوها ماكو داعي نتكلم عنها، ألعاب أطفال، أماكن جلوس غيره. بالنسبة لهذه البيوت دخلت شفت أسعار الإيجار مالتها، هاي الشقق لهنا موجود يعني مثلا 3+1 3500 توصل لحد 4000 ليرة. لقيت واحد شقة 5+2 خمس غرف وصالونين ب 3700 ليرة. هاي كلها تلقوها بتطبيق ساهب اندن، تدخلون تكتبوا سلطان بيلي راح تطلع لكم كل هاي العروض. ولهنا انتهت حلقتنا اليوم، ان شاء الله يا رب اكون فدتكم بمنطقة جديدة ومعلومات عن الشقق اللي بيها اللي جدا رخيصة، يا رب ان شاء الله تستفادون منها. وكل شخص من ذوي الدخل المحدود ويدور على شقة يكون سعرها مناسب راح يلقاها هنا وتكون ضمن اسطنبول مو باقي المحافظات البعيدة. واتمنى كل شخص محتاج هيك اسعار ترسلوا له هذا الفيديو حتى يصير عنده معلومات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.